106 بل رحلة إلى المخيم. يقول لك إيه؟ شايف كل كلمة بنعملها. المخيم، المخيم مكان نضع فيه الخيمة. كم مرة أقول الخيمة مش الخيمة؟ يتجول، يتجول، يتحرك وينتقل. اثنين وأربعة، واحد وثلاثة. أضاع، أضاع فقد، أضاع فقد. ثلاثة وواحد، يشعل، يضيء، يشعل، يضيء. أربعة واثنين. إيه اللي يقول لي بقى في النشاط رقم جاي؟ اقرأ القصة طبعاً إحنا قرأناها وشرحنا الدرس، ثم ذهب كريم مع أصحابه إلى إلى مخيم كشفي. إلى مخيم كشفي. بعد تجهيز المخيم ذهب كريم للتجول لاستكشاف المكان. هو كان بيتجول ليه؟ لاستكشاف المكان، ليستكشف المكان. عثر القائد على كريم من خلال الإشارة الضوئية. الإشارة الضوئية. ومين كان فاكر إن هي الإشارة الضوئية اللي استعملها كريم؟ قال لأ، نار. الإشارة الضوئية هي النار. بما تنصح كريم في المرة المقبلة لما يروح رحلة تانية تنصحه بإيه؟ كريم في إيه في المرة المقبلة؟ عدم صرف أصحابه والذهاب مع بعض لأي مكان. اكتب معايا، عدم صرف أصحابه والذهاب معه إلى أي مكان، والذهاب معه إلى أي مكان. يبقى الإجابة تاني، عدم صرف أصحابه والذهاب معه إلى أي مكان. طبعا بيقول لك ده حقيقة في الرحلة إلى المخيم. طبعا ده سهل بعد إحنا نعمله. بيقول لك نشاط إيه؟ رقم ده، عن كل كلمة مما لا يدوم. مخيم أقول ذهب إيه؟ ذهب كريم مع أصدقائه في رحلة إلى مخيم. ذهب كريم مع أصدقائه في رحلة إلى مخيم. من يفهم الدرس؟ يقول لك كلمة إشارة، طول الإشارة الضوئية التي استعملها كريم هي النار. الإشارة أو الأخرى على كريم، أخر القائد على كريم من خلال إشارة، أخر القائد على كريم من خلال إشارة. واسع، أقول المكان واسع مليء بالدخول. المكان واسع مليء بالسخون. النار، هنقول ايه؟ الإشارة الضوئية التي استعملها كريم هي النار. الإشارة الضوئية التي استعملها كريم هي النار. ثاني، أول جملة معايا، ذهب كريم مع أصدقائه في رحلة إلى مخيم. ثاني حاجة، عثر القائد على كريم من خلال إشارة. ثالث حاجة، المكان واسع مليء بالدخول. رابع حاجة، الإشارة الضوئية التي استعملها كريم هي النار. إيه اللي معايا في الصف؟ كنا قاعدين مع بعض أسلوب النداء. يا أحمد، يا هناء، يا سمير، يا بابا، يا ماما، يا تيتا. تعالى معايا بقى، تقول لك ايه؟ اسلوب النداء قلنا تكون من ايه؟ من أداة النداء والمناسب. أداة النداء اللي هي ايه؟ ياه،
in vocabulary bunda. About action. Yes. Hey. Yeah, Khalid. Thank you, sir. تبتعني. Yeah. أمي أين صندوق اللعب؟ Yeah. أمي أين صندوق اللعب؟ Yeah. جدي تفضل الماء. Yeah. جدي تفضل الماء. يقول لك اهو نشاط رقم 2 عبر عن كل صورة مستخدمة في اسلوب النداء كمثال يا محمد افتح الباب يا عم صالح ازرع الارض يا عم صالح ازرع الارض يا مريم اقرأي الدرس او اكتبي يا عم صالح ازرع الارض يا مريم اقرأي الكتاب يا مريم اقرأي الكتاب طبعا دي مع ماما هنا في البيت ادي معايا الصفحة التواصل عبر الزمان الجياب كنا عارفين معنى الجياب الاحصنة يبقى واحد بثلاثة هائل سرير مضخم اثنين بواحد اخترعت افتكرت ثلاثة باثنين تعالى يا بنت اقول لك ايه اقرا النص اوتوماتيك احنا خدناه وطلعناه مع بعض بيقول لك استخدم الناس ايه في البداية الحمام الزاجل اقرا اول حاجة الحمام الزاجل للإنسان الرسائل له ايه عنده قدرة على معرفة الطرق والأماكن وسريع يبقى سريع وعنده قدرة ومعرفة قدرة على معرفة الطرق والأماكن مع تقدم الزمن تم إنشاء ايه اللي فاكر خدمة البريد خدمة البريد البريد ليه؟ لإرسال رسائل يقول لك التواصل أصبح سهل بسبب اختراع إيه؟ قلنا إيه؟ الهاتف، الراديو، التليفون، شبكة الإنترنت. التليفون، الراديو، الهاتف، مفيش مكان ليه؟ شبكة الإنترنت. إيه بيقول لك النقاط رقم 2 بيقول لك إيه؟ أكتب فرصة التواصل عبر الزمان. وقته اسم كل وظيفة أسهل. يبقى أول حاجة الحمام الزاجل، اكتب رقم واحد والحمام الزاجل. رقم اثنين خدمة البريد، البلاكي خدمة البريد. رقم ثلاثة الإنترنت، رقم ثلاثة شبكة الإنترنت. تعالى معايا نعمل لك ايه؟ أكتب الكلمات المناسبة. أرسل، هائل، بالبالة، الاختراع. سيطرت جدتي وشعرت باشتياقي إليها فاقترحت أمي أني أرسل إليها إيه؟ رسالة يبقى أرسل وبعديها رسالة فأحضرت ورق وقلم وكتبت إلى جدتي أحب كثيرا وأفتقد وأنا بخلق وأصبحت بالصف الثاني وقد قمت بعمل كم يكسب الاختراع هائل من الاختراعات يبقى رسالة هائل الاختراع وانتظر حتى تشاهديها حبيبي خالد تعالى بقى بقول لك ايه؟ ناخد العشرين مع بعض خدنا الفعل اه ودلوقتي الفعل ايه؟ المضارع والفعل الماضي يعقل ادهم الطعم ده لسه يبقى مضارع